معانا ام يوسف، اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. ام يوسف اتفضلي. عامل الله يبارك لك. ممكن يا ام يوسف بعد اذن حضرتك يا ام يوسف بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ ماشي. اتفضلي يا ام يوسف. ماشي يا حضرتك يا شيخ. اتفضلي. كل سنه وانت طيب والأمة المسلمة بخير. كل سنه وحضرتك طيبه وكل من تحبين وكل الأمة المسلمة. الله يربنا يجعلها مثل حسناتك يا رب. يا رب ان شاء الله. اتفضلي. انا عندي بس معلش يا شيخ كم سؤال الله يبارك لك. اتفضلي. اول سؤال، انا حلمت بسيدنا محمد مرتين. طيب عليه الصلاه والسلام. بس انا اول ما حلمت حكيت بالله اللي حصل كله، يعني كده بيقولوا لي كده ما ينفعش ان انت كنت حكيتي وكده يعني. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا معايا عيالي واحد في اولى ابتدائي وواحد في ثالثه. ماشي. بس انا بيصلوا معايا في البيت، مش برضه اوديهم الجامع عشان بيعملوا لي مشاكل. طيب انا محرم عليهم صلاه الجماعه. لا، السؤال الثالث. السؤال الثالث، ان انا بقرا سوره البقره كل يوم. وبعدين وآل عمران، يوم كده ويوم كده، ينفع اصلي يعني اقراهم مره واحده هما الاثنين؟ طيب اجاوب على حضرتك. في سؤال رابع؟ الله يبارك لك يا شيخ. كل سنه وانت حضرتك طيب. شكرا يا ستي. اول حاجه، حلمك كونك حلمتي بحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلم بحضره النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتيه على الوصف المعروف فخلاص دي بشرة إن شاء الله. فدي بشرة إن شاء الله. كونك بقى حكيتي حسب أنت حكيتي ليه، النية بتاعتك بتاعت الحكاية إيه، حكيتي وأنت فرحانة أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تحدثي بفضل الله عليكي، لا ده ما فيهاش حاجة. لكن كونك تحكي وأنت بتتباهي، هو ده اللي بعض الناس بيحذروا أن أنت بتحكيش بيه عشان ما يبقاش فيه نوع من أنواع التباعي ونوع من أنواع الكلام عن أشياء ممكن يكون فيها مبالغات ولا اي شيء من هذا القبيل. فاذا اذا اذا انت حلمتي وحكيتي ما عليكيش اسم. السؤال الثاني، هل عليكي اسم ان انت منعتي اولادك اللي في اولى ابتدائي واللي في ثالثه ابتدائي ان هم يصلوا في المسجد؟ لا، لان صلاه اصلا المسجد حتى للكبار هي سنه مؤكده. فيبقى انت ما عليكيش اسم ان انت بتمنعي، انت كده مش منعتي، يعني انت خليتي اولادك يصلوا في البيت، ما خليتهمش يصلوا في المسجد. انت بتقولي هل عليا اسم ان انا ما ربيتش اولادي على انهم يصلوا في المسجد؟ ابدا، بس اهم حاجه ان هم يصلوا، ولازم، ويمكن ده هيخليهم فاهمين ان صلاه الجماعه الراجح فيها ان هي سنه مؤكده. الامر الثاني، انا بنصح حضرتك ان انت تعلميهم بعض اداب المسجد وان هم ينزلوا برضو يصلوا في المسجد مع والده. السؤال الاخير، انت بتقولي هل ينفع ان انا اصلي البقره وآل عمران مره، اقرا البقره وآل عمران في يوم واحد؟ يا ريت لو عملت كده يبقى حاجه مهمه وحاجه جيده جدا جدا، لان دول السورتين دول بالذات ياتيان ينافحان عن الانسان وهو يتعرض لنفحات النار. يبقى اذا انت لو فعلت دوت من اعظم القربات ان شاء الله، ربنا يعينك ويكتب لك الخير والسداد والرشاد.